تلحقوا دور. إجباري بدي أرفع معنوياتي كشاب، يعني لازم ما أستسلم النوم. بنفس الوقت صحيح ضغوط كتير علينا نحن، إن كان كعيل كعائلات وإن كان كشباب. تليفون هاد مش كهرباء هسه ماكي، هذا ما هو خط تليفون. مالك شايفني هو صحيح يلا خلص خلص طبعا الله عشان بدي خلاص استنى طيب المفروض كل واحد الصغير الله على الاولاد يا شباب الاولاد ما بتمنى احطهم مدارس تدرسهم هذا اللي بتمنى ماشي مرحبا. وعندي مرتي حبلي وعندي ولد، يعني بدي ياكلوا بدي يشربوا. يعني شوفت عينك هون الوضع يعني كثير شوي صعب، يعني مضطرين نشتغل، يعني ما تمنى اجى طريق كمل مشوارنا عم حال ما احنا رايحين عليه، ما تمنى نكمل مشوارنا ومشان ما نشحد من عوالم اضطرينا نشتغل. وانا هي مهنتي يعني هلا بعد عدد على المصلحه، يعني تعدي مهنتي يعني اوكي. ما عندي كهرباء ماما، نزلت انا بدي احرق المقص ثمن خرج ماما ما في حدا امرني تاكل المقص هيك على الداير بالمقص، يعني شوي قطوي مو طويل زياده ولا قصير.